احنا توا على مشارف قرية الغنادة من معتمدية زرمدين من ولاية المنستير. حابين نشوفوا القرية هذه، هي تبدو هادئة فلاحية بامتياز. حابين باش نشوفوا الوضع الحياتي اليومي للمواطنين فيها ونشوفوا اذا فما نقائص ما فيها باس نلفتوا الانتباه للسادة المسؤولين باش هكاك تكون القلب كلها مطمئنة على هالساحل هذا ساهل عزيز علينا. خليكم معنا في هالرحلة لقرية الغنادة. مواطن من قرية الغنادة باش يحكي لنا بالضبط شو النقائص الموجودة في قرية الغنادة، لو كان تحكي لنا. والله ناقصين مستوصف معنا في من ناحية المعدات الطبية وكل شيء. من كنا 3 أيام في الجمعة كان يجينا الطبيب ولو ردوه نهارين في الجمعة. جاء المعتمد نتاع بني حسان وحكينا معاه، قال هذه إن شاء الله نتفاداوها ونعاودوا نرجعوا كيما العادة. وكذلك نقصنا تأطير شباب، معناها برشا شباب صغيرين، معناها صغار في العمر ضايعين وشادين الشوارع من في الرياضة. ماذا بينا مركز تكوين شباب، تكوين بتاع رياضة، وبرشا فما كل من ناحية البيئة برشا وسخ في البلاد، معناها مش قادين ينظفوا بالباهي بالباهي. وكذلك نحكي على الطريق العمومي، معناها طريق برشا بلايص ناقصين طريق ما بين بومرداس والغنادة كياس، معناها حالة لا يرثى لها، معناها حتى لا سقيك ما تنجمش تمشي بصراحة. بصراحة ما تنجمش ما نعرفش عنده حكاية، وممكن برسك 15 عام، معناها 15 عام قاعده لك هذيك، معناها تكلمنا برشا مرات وكل شيء، لكن ما ثم شيء، ما لا 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 حياتي اللي من تونتي. مقدم مروحه يعملونا بلاصه منتزه للصغيرات، يحسنونا في المدرسه، يعملونا مواطن شغل، يعملونا اي حاجه. عندنا المنطقه هذه الغناده تمشي الكركر منا تدخل لطورو تجي من هنا بن حسن، ما عندناش حتى منفذ باش البلاد تحيا ولا تعرفها الناس. تعرف انت الغناده قبل ما تعرفهاش، ناقصتنا برشا طرقات وناقصتنا برشا حكايات. ناقصتنا كياس رئيسي مرقب. حسوا بينا شويه ماذا بينا المشي ترشحوا البلديه والاحزاب واللي قاعد تفرق في الفلوس. الغناده منسيه بصدق منسيه. انتخابات تحكيوا على انتخابات البلديه، السياسه معناها لا هو في الشباب لا اكثر ولا اقل. تلا تضيع وقت، بالنسبه لتضيع وقت لانتخابات البلديه زوز احزاب يشرفوا العباد وهذا كاولا. بالنسبة للانتخابات الشباب هذا كل كان ماهوش يمشي ينتخب، بالنسبة لا الناس كل كان ماهيش تنتخب. شباب الغنادة وين يعدي وقت الفراغ نتاعه؟ في المقاهي ولا في الزطلة ولا في الشرب وفي الخمر وهذاك. الشباب مش قاعدة تقوم بدورها؟ ما ثماش حتى أي مصلحة في الغنادة تقوم بدورها. من عهد من يمشي من عهد الثورة، من مشيت الثورة كان قبل أبرك تو معناها على الصفر. كيفاش قلت لي خويا المنشطين قداش؟ منشطين يجي 5 ولا 4، هم تو ما عاد شيء في الغناده، زوز منشطين برك ما يساعدوش يعني كيف الغناده. تو ولوا زوز ما يجيش، كل شيء يقول لك مش تعمل حاجه مش تعمل حاجه في النادي الشباب، يقول لك ما ثماش منشطين. انت كشباب عندك شي تيران فوت اللي تلعب فيه انت صحاب؟ ما ثم شيء يعني كي ما ثم شيء. في عمرك انت بعد خدمتك ولا بعد قرايتك فين تعدي وقتك؟ عادي وقتي في القهوة كو. كان جي ثم حاجة تصلح حاولنا نعمل كل شيء. باش تمشي للحمام إنسان باش يمشي يعني حمام، نمشي بومرداس ما فيهاش حمام زاد، بومرداس حمامات مسخة وكذا، باش أعمل حمام باش تمشي الجمال.
معناتها البشر اللي يتلز الانسان باش يقعد يعمل الحمام مره في الشهر باش ما عندناش ماذا بينا احنا شكون احنا من رجال البلاد اللي هنا كي تشجعوه معاش تشجعوا الدوله باش يحل في حمام وكذا احنا كان يحب واحد على حمام تو يطلبوا منه او مش عارف اناس او كذا ومن يصعبوا عليه الواحد. طالة موجودة سيدي في الغنادة، نطلب احنا من الدولة تكون تساند الشباب في القروض الصغرى، تعاوننا الشباب باش نحلوا في التنمية ويحبوا نحلوا المشاريع صغرى ونكونوا مثلا باش كل حد يحب يتقدم للدولة بقرض ولا في أي حاجة تشجعنا، ما ثماش تشجيع عضايا ما فماش. تحب ولا تكره الشيء هذا توكيت تحب كان كان عندك شكون باش تاخذ قرض ولا كذا عندك شكون عندك شكون تنجم تاخذ قرض ما عندكش شكون ما تاخذش واحنا مربوطين ببني حسان ومربوطين بكذا اكثر القروض هذه كلها ماشيه لجماعه بني حسان وجماعه غديك احنا الغناده منطقتنا مهمشه وما فماش شكون يتكلم علينا ما عندناش صوتنا ماهوش واصل مسؤولين ما صوتنا ماهوش واصل الغناده دي ما عندناش بالحق ما عندناش مسؤولين يوصلوا لنا صوتنا احنا نحبوا ان شاء الله عندنا في الانتخابات البلديه في المجلس البلدي ثماش ممكنش عندنا امل لك صغير باش يتكلموا علينا يوصلوا لنا صوتنا بالنسبه لنا احنا معناها عندنا استاد معناها في دار الشباب معناها عنده تو عامين وثلاث سنين مازال ما حضروش حاجتنا بوسيله ترفيهيه للشباب معناها شبابنا معناها البطاله موجوده في معناها في كل بلاصه نجم نقول لك وانا ديجا معامل معمل برك لكن بالنسبه لدار الشباب هذه ماذا بينا اقرب معناها الحاجه الوحيده اللي نطلبوها انهم يكملوا يحضروا لنا اصطادنا لك الشباب باش يلقوا خير من اللي يمشي للقهاوي ويذيع وكل شيء يحضروا لنا اصطاد طلباتنا تو الوقتيه ديجا معناها عندهم شي نوادي اطفال صغيره تذوم عندنا نادي اطفال معناها مازال ما عادش يركحوا فيه معناها مازال مش حاضر فهمت لعنا نادي باش نكوروا فيه لعنا غازون لعنا حتى شيء نربوا كل قشري كياس في بضحكك حتى شيء معنا والله نكوروا كك عند 4 سنين ولا 5 سنين كك استاذ لو كنت تحكي لي عليه حكايه استاذ كي هو كي النادي ولا في المدرسه كما كاك استاد نتاعكم في الغنيدة قداش كنت موقف عندها جي عامين من اللي يخدموا فيها خدموا وكاو قصوا لي انا قعدت كاكا فات الفلوس وشي وبر يا استاد ومازال ما كملش استاد 24 استاد في القطر كملوا استاد في الغنيدة ما كملش عندها مقاول يخدم نهار يخدم زوز ويفسع وهذا كي وبر يوميا عارك عاد اللي جاي شي عدي غادي كاي الفرم ليه تخدم على كيف نقابات اللي هذا حل نقابات والله شيء يدوخ كل واحد حال لي نقابات هذه جمعيات هذه كذا وكل واحد معنا عتف البلدية الخدمة متاع البلدية لهذا يهز على كيف ويخدم على كيف وكل واحد يخدم على مستوصف شو مشكلتكم فيه؟ مشكلتنا الأعوان اللي يخدموا فيه ما همش معناه ما يمشي يجي بعد الوقت
يمشي غير يقيد، يجي يقيد لي ما يقيد لاش، اقعد استنى اقعد استنى حتى تعب كيما نقولوا فيها برشا اشياء معناها يعني المريض شويه ويخلى التمخر ما يلقاش دوره في ال فات مثلا التسعه وقول له ما عادش نقيد لك، اقعد عدي يمشي الجمال ولا يمشي بومرداس ولا اي مكان اخر. قداش يحل من نهار انتم المستشفى لهنا في المستوصف بليتو في الاسبوع ولا ردوه؟ ردوه يومين برك، نهارين عندك، نهار الاثنين ونهار الجمعه، معناها كانت ثلاثه والخميس والسبت ثلاثة ايام طيحوا، معناها العباد وينش تعدي؟ ما ثماش على طبيب عام لهناك، موش موجود. والحالات الاستعجاليه شنو تعملوا لها؟ الحالات الاستعجاليه هذيا يمشوا بها الجمال، يمشوا بها المهديه، يمشوا بها المبرداس، يمشوا بها السوسه، المستير، معناها ما في حالوش باش يكري كهرباء، ما في حالوش يموت غادي كي يقعد يمشي. معنا شاب من شباب الغناده اللي يقول عنده 5 سنين مقاطع دار الشباب على خاطر ما فيهاش تجهيزات عصريه، لو كان تحكي لنا. والله اش مش نقول لك، انا تو من بعد الثوره هذه دار الشباب معناتها كل واحد ليه في روحه، فما شكل حوايج جدد وسيح قبل الثوره كانت حركه شويه، حركه الشباب الكل غادي. وتوا الشباب وينه؟ وبعد الثوره ولت تنجم تقول فهمتني، ولا تو الفيسبوك هذا يلهيك نشد تليفون ونقعد بالفيسبوك خير لي ما نمشي دار الشباب. ما فيهاش التجهيزات اللي تحب عليها انت ما تلقاها عصريه ما. حتى يبدا فيها ما نمشيش، تليفون خير لي نحكي يعني. شباب الغنيده وين يعدي شباب الشباب الغنيده وين يعدي وقته؟ القهاوي، القهاوي ولا في الدار ولا ولا قاعد هنا كيما تشوف في الحاله، ولا فماش حاجه جديده يشوف يتلفتوا كيما هكا اي حاجه فهمت. عندنا ما يقرب على 12 دار سميكي، طلبنا الضوء طلبنا الضوء لم يسمعنا احد، طلبنا تنظيف الشارع اللي قدام ديارنا لم تسمعنا به حتى واحد، فهمتني؟ نطلب من ذلكم ضوء الشارع باش يوصلنا، كلمنا في بعض احيان في البلديه وحضرنا وتكلمنا بهذا وقالوا لي ابجل ابجل واحد انتم ما فهمتني وحمت ولاد ورج اللي باش يوصلكم ضوء الشارع، يومنا هذا ما وصلناش بقول لك وما هوش حاطينا في البال، وحتى الببله فهمتني اللي تتحط قدام الشارع احنا فهمتني محرومين منها، وهذا مش ما نقول لك يلزم ان حتى تكون متناصفه في فصل الدشره، يكون من قبله بحدا المعمل نتاع الحليب يكون معمل محطه ثميكي. قداش تقطعوا من كيلومتر باش توصلوا المحطه؟ كيلومتر كيلومتر على ساقيكم 15% من جمال لهنا فهمت، وزيد نكملها كيلومتر على كرانه، امراه فهمتني تعب صغير تعب الثاني جايب حاجه مسجل تعب فهمت، بحيث مهمه يقول لك لا نهبطكم هنا هبت هنا باش يرجع في تاع ولا 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 خايف على ربعيت مازوت فهمت، عواجبهم لازم محطه تكون مردوعه مريقله مع مع الاجناب من قبل ومن ظهر. عنده مشكله في النقل الريفي ما بين العثامنه والغناده تعب برشا، ما بين مبرداس والغناده تعب برشا خاطر مشكلتهم في كياس مكسر، هم ديجا مشكلتهم في ما بين الغناده وزرمدين تعب، النقل الريفي ناقص برشا، مثال جيل هنا الاربع ونص ما عادش شغل النقل الريفي، العباد تحبس تقعد تستنى في الكار باش تراو ياخذ تاكسي من جمال من زرمدين لجمال باش ياخذ باش يروحوا للغناده، هذا كل ما مش موجود تعبين برشا. يعني ماذا بكم انتم توفير النقل الريفي باش هكاك تنجموا تقضيوا شواركم؟ هي ناقصين برشا، قلت لك معناها تجي مثال الاربع تاع الشيعه ما عادش ينجم يقضي شهره في البلاد. اللهم يكري كهرباء ولا عنده ميكانيك ولا فهمت، هذا كل ناقص برشا. هذا هو المطلوب.